ولكن لك علي يا أهلاوي إني أنا أحافظ عليك ولا أتغير ولا سياستي تتغير. والله أنا كلمت أشرف ملك، وأنا بكلمه دلوقتي عشان أدعمه، يعني أدعمه علشان خاطر أقول له ده وارد إنك أنت تختلف، ولكن لا تعتزل السوشيال ميديا. ولكن أنا كلمته قلت له يا أشرف، موضوع القضايا اللي بتفتحها في الزمالك قديمة وقتلت بحثا وعدنا 5 سنين نتكلم فيها وهي في النيابة. خد من خبرة أخوك الكبير، وأشرف محترم وراجل فاضل وصديق عزيز وصعيدي زينا. قلت له بس بص للمستقبل. يعني ايه بص للمستقبل؟ بص لبكره، هل كلامك مفيد؟ مش هيعمل حاجه. فيا صديقي الزملكاويه اولى بحالنا ديهم، مش عايزين غير كده، وعايزين مرتضى منصور. والقله المعارضه لمرتضى منصور خلعت وهربت من المعركه. فانت ايه اللي يخليك تتصدر لغيرك؟ انت راجل اهلاوي وليك متابعينك والاهلاويه بيتابعوك، وصفحه الصراعات لابد ان تغلق. ونصحتك يا صديقي وانا بحبك وانت عارف كده، نصحتك قلت لك انت مش اقوى من الدوله. الدوله عايزه مرتضى منصور، والزملكاويه عايزين مرتضى منصور، والزملكاويه حابين مرتضى منصور، ومرتضى منصور بيدافع عن مصالحهم وعن قضاياهم. اهل مكه ادرى بشعابها يا اشرف. طب اقول لك على سر يا اشرف، اقول لك على سر، انا قعدت مع مسؤول رفيع المستوى جدا. قلت له يا فندم ملف الزمالك فين منكم؟ قال لي ملف الزمالك احنا عايزين مرتضى منصور. يعني يا اشرف يا ملاك عايز تفهمني وهات لي عقل فوق عقلي ان مرتضى منصور بيعمل السهرات دي لو الدولة مش عايزاها هيعملها؟ لا، ما هو رجل دولة وقال الكلام ده 100 مرة. لو مش مفيد للدولة كانوا سابوه؟ لا، أنا بتكلم بكل صراحة وموضوعية. لما أقعد مع مسؤولين كبار ويعرفوني بكرة في إيه؟ أبقى غبي لو مشيت عكس التيار. ولكن ليك عليا يا أهلاوي إني أنا أحافظ عليك ولا أتغير ولا سياستي تتغير.